تجارة بالسوق المالي، يعني سعادة رئيس اللجنة تكلم وقال انها معفية، لكن القانون ما بيحكي هيك. يجب ان تشمل بالقانون بنص واضح وصريح وينكتب في البند ويعفى ارباح المتاجرة بالاسهم في السوق المالي. اذا لم تشمل هذه الجملة سيدفع الاسهم، بيع الاسهم والسوق المالي سيدفع ضريبة، لان النص واضح يعفى الفئات التالية. والتجارة بالاسهم تختلف عن توزيع ارباح الاسهم، توزيع ارباح الاسهم مستقلة تماما، اعفاء توزيع ارباح الاسهم لانه فيه ازدواج ضريبي. اما المتاجر باسهم في سوق اعمال المالي فهذه يجب اعفائها حتى ننشط هذا السوق. هذه ما احذر منها هذه الحكومة الرشيدة. تراجع الاستثمار هو اخطر ما سيأتي به هذا القانون. بدي ازيد الضريبة وتراجع اقتصاديا في الوطن بشكل عام. دعم القطاع الصناعي هو له اهمية كبيرة على الناتج الاجمالي المحلي، له اهمية كبيرة على الميزان التجاري. اذا انا اليوم بدي اخضع الصادرات لضريبة الدخل معناته انا بدفع بالعجلة بالاتجاه العكسي، وهذا ما لا تريده لا الحكومة ولا يريده مجلسكم الكريم.